Dr. Hani was a strong believer in the prophetic saying, "None of you truly believe until he loves for his brother what he loves for himself." وبص على خريطة العالم واكتب على كل بلد وكل مدينة علامة ان احنا نفتح في المكان ده كله. I think Dr. Hani is one of the great philanthropists, one of the great humanitarians of our current times. Dr. Hani Albana for services to Islamic Relief. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة ثانية مع الدكتور هاني البنا تعليقا على ملتقى العمل الإنساني الدولي ومتابعة لمخرجاته وتحليلا لها ونشرة. هذه الحلقة نتابع فيها بالتحليل والشرح مع الدكتور هاني البنا العروض التي تم عرضها خلال الأسبوع الحالي. عرض يوم الثلاثاء كان مع الأستاذ خالد العيسى واقع تمويل المنظمات الدولية والتجارب ناجحة في الحصول على منح دولية، ثم العرض الذي تلاه يوم الأربعاء الأستاذ محمد نجم أهم السياسات للحصول على الاعتمادات والمنح الدولية، ثم عرض أمس الخميس مع الأستاذة مروة عيسى بناء الشراكات والحفاظ عليها وإعداد وتعبئة الموارد. دكتور هاني مرحبا. أهلا وسهلا بك. الحمد لله. لاحظنا حتى في ترتيبكم في هندسة مضامين الملتقى الإصرار على تقديم هذه اللبنة الأساس الجانب الفكري والأخلاقي والقيمي وهذا الأمر، فهل تتفق مع من يجعل من مسألة التمويل مسألة حياة أو موت لوحدها، يعني دون غيرها من المسائل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لوحدها لا، على الإطلاق مطلقا. أما أن تكون هي أحد أهم عناصر استمرارية وديمومة المؤسسة فده شيء مهم جدا. في إحدى الدراسات كان في أحد الشباب كان معنا هو في الملتقى اللي هو الأستاذ إيهاب الفولي، قال في الدراسة دي لقوا أن المال هو نمرة خمسة مش نمرة واحد. أنا أديك مثل يا دكتور حمادي، عندك مال كتير ما عندكش رؤية، عندك مال كتير ما عندكش رسالة، عندك مال كتير ما عندكش مهمة، عندك مال كتير ما عندكش قيم، ما عندكش أخلاقيات، ما عندكش هيكلية المؤسسة، ما عندكش سياسات، ما عندكش كوادر بشرية مدربة ومؤهلة، ما عندكش نظام مالي مراقب مهم جدا علشان لا يضيع مثل هذا المال، ما عندكش جهاز إعلامي. فكل هذه الأشياء تقول إن المال قد يكون أحد المحاور المهمة لكن هو ليس المحور المهم الوحيد لعمل الإنسان. وده ده الخطأ الشنيع اللي وقع فيه أغلب المؤسسات الإنسانية العربية والإسلامية حاليا. أنا ذكرت لك الأمثلة اللي أنا بتحدث، ما عندكش أبحاث يعني تستقي منها الأرقام والحقائق في المجتمع، ما عندكش شريك وبالك فاعل ميداني ومن الشركاء المدنيين سواء كان في النيجر أو مالي أو تشاد أو باكستان أو أفغانستان وهكذا. هتعمل إيه بالمال لوحده؟ تجمع في مؤسسة بتجمع المال لمجرد جمع المال. عندك مشكلة أيضا في المال مع تحويل البنوك، بنوك مغلقة كتير جدا من أغلقت جمع حسابات كتيرة جدا، زائد في نفس الوقت هي بتعيق حركة المال ما بين ألف وبه وجيم ودال. فلابد الإنسان يكون متوازن في فكره، خاصة القيادات العليا إنها تقول إن المال مهم عايزينه لكن ليس هو الوحيد اللي احنا ممكن نركز عليه. يعني كتير جدا مؤسستنا اللي جايب لك الفنان الفلاني والفنانة الفلانية وكذا وكذا وكذا، وتصرف ملايين، أنا بقول لك وتصرف ملايين من الجنيهات عليهم. أما لما نيجي نقول ورشة عمل، نيجي نقول ورقة استراتيجية، نيجي نقول بحث، وما فيش ولا 10,000 أو 5,000 جنيه أو دولار أو يورو يصرف فيها. دي العقلية المنكفئة، العقلية اللي هي مدمنة
لرنين الفضة والذهب ولشمت اللي هو بنسميه اللي هو ايه الورقة بتاع البنك نوت. دي عقليات تعبانة. عندك مالك ما عندكش أخلاقيات زي ما احنا اتكلمنا. فذلك اللي احنا قلنا كل المحاضرات بتتكلم عن ايه, وده كان ده النقاش ده كان بيننا وبين شريكنا في اللي هو الوكالة اليمنية اللي كان بتمثل بتمثل الجمعيات الأخرى. احنا عايزين الجمعيات دي تنمي مصادرها المادية, ايوه عايزينها, لكن في نفس الوقت مش مصادرها المالية فقط, مصادر أخرى. حتى ان في احد الإخوة مش دون ذكر اسمه قال لي انت عامل انتوا عاملين جلسة جايبين فيها ام كلثوم وحاطين جنبها شعبان عبد الرحيم, ربك يعني ليه اللي انت عايز بتحشر المال فقط لمجرد ان عايز تعمل. انا ما عنديش مشكلة ابدا فان انا ادي اولوية لجمع المال, لكن المال من غير الاشياء الاخرى لا يصلح ولا يصح. صحيح, كان توضيح مهم للغاية وضروري. الآن ندخل إلى صلب الموضوع. سؤال بسيط للغاية, ما هي مصادر تمويل المنظمات؟ أهم مصادر تمويل المؤسسات سواء كانت محلية أو دولية هو الفرد. هو الفرد, لأن الفرد بيمثل القوة الشعبية التي تستطيع أن تبنى على أكتافها أواصر مثل هذه المؤسسات. الفرد اللي بيدفع 5 يورو 10 يورو 20 يورو 50 يورو 100 يورو, لا تجعل تمويلك يعتمد على شخص يعني ملياردير أو مليونير فقط أو جمعية واحدة فقط أو حكومة واحدة فقط أو مؤسسة دولية واحدة فقط. كل هذه الأشياء مهمة, لكن بدون ما يكون عندك 80% من دخلك, اسمع الكلمة دي, 80% من دخلك من الأفراد أنت تعتبر في ريح ريشة في مهب الريح. لأن اللي بيثبت لك يعني مثلا أديك أنا أمثلة كثيرة. في سنة 1999 كان في مشكلة في الشيشان قبل الحرب ما تبدأ ما بين روسيا والشيشانيين في هذا العام. فاحنا بعتنا للحكومة البريطانية قلنا أنا هنروح إيه الشيشان, ما ردوش علينا. كنت انا واخد الطياره يوم السبت على الجمعه ولا كذا ونازل على موسكو, هم ردوا علينا يوم الاثنين او الثلاث. فبيكلموا هارون ولا مش موجود, قال لهم فين دكتور هاني البنا؟ قال دكتور هاني البنا ده ممكن يكون النهارده نزل راح انجوشيتشيا في نظران او ممكن يكون دخل الشيشان في جروزني. فقالوا لا ما نسافرش. قالوا خلاص انتم ما ردتوش علينا. لا ما كانش احنا عندنا المال, ما كناش نستطيع ان نستقل بهذا القرار. حصل ايه بقى؟ نزلنا كنا احنا اول مؤسسه في العالم تعمل دراسه حاجه للنازحين الشيشانيين. يعني مش حاسين من لاجئين عشان الروس بيزعلوا, نازحين الشيشانيين داخل جروزني وفي نظران اللي هي عاصمه انغوشيتشي. كان ميزانيتنا بتساوي 10,000 دولار الاولانيه, يعني ايه خدها صرفها وبعدين نعمل ايه دراسه الحاجه. لما انا العمليه صعبه كده فكلمت انا هارون في التليفون قلت له يا هارون عايزين نحط كمان صفر. قعد هارون طبعا كان اللي هو المدير المالي والنائب بتاعي يهديك ويرديك. الاخر اقتنع بقى 100,000 دولار. لما خلصنا دراسه الحاجه قلنا عايزين مليون دولار, لان كنا عايزين نجيب خيام ثلاثة أغطية يعني في رق واحد واثنين وثلاثة وفي وسطها في مدخنة وفي وسطها في جهاز للتدفئة. ودي مش سهلة, دي بتبقى عند الجيوش موجودة في الدول اللي هي متلجة زي مثلا في روسيا في شمال أوروبا إلى آخره. عايزين نجيب عربيات, عايزين نعمل مخازن, عايزين كذا عايزين كذا عايزين كذا. تعرف القرار ده لما خدناه أخ دكتور حمادي وخدنا المخاطرة دي في نوفمبر 99 كنا في مارس 2000 صرفين ما لا يقل عن 2 مليون دولار مش جامعين. ليه؟ لان احنا كان عندنا المال اللي استطعنا بيه ان نذهب ونعمل دراسة الحاجة ونتفق مع الايه مسؤولين المحليين
ونشوف الامكانيات ايه ونعين بعض الموظفين. لما كانش عندنا المبلغ ده من متبرعينا اللي يدفعوا ريال وخمسة وعشرة ودرهم وجنيه ويورو، ما كناش قدرنا نتحرك مكاننا، كنا هنستنى ايه الحكومه تقول لنا امشوا ولا ما تمشوش. فانا مش هتكلم على على المصادر الاخرى اللي اتكلموا عنها الشباب اللي هو محمد نجم و وخالد العيسى وخالد العيسى والاخت مروه عيسى. فهتكلم بس يعني اقول لهم قيمه التبرع البسيط لانه هو التبرع الثابت. هذا لعلك تشير إلى مصادر التمويل الخاصة التي تضمن للمنظمات الاستقلالية والتميز والدوام يعني في الاستثمارية. نعم. نعم. أستاذ دكتور هاني، هناك ترند إن صح أن نستعير هذه العبارة حاليا يتمثل في التشبيك بين المانح الدولي والمنفذ المحلي. نعم. هذه الاستراتيجية في تنفيذ البرامج ما هي خلفياتها وكيف يمكن أن تنعكس إيجاباً على التنمية المحلية؟ لا يستطيع أي مانح دولي تنفيذ أي شيء على الأرض بدون وجود يعني منفذ محلي عنده قدرة على التنفيذ. فلا بد أن نحترم أنفسنا. فلوسك مش كل حاجة، مالك مش كل حاجة، سمعتك مش كل حاجة. من سينفذ؟ اللي هو الجمعية اللي موجودة في الرباط أو اللي موجودة في ريف المغرب أو اللي موجودة في النيجر إلى آخره. بدون هذه الجمعية فلوسك ما تسويش أي شيء، أي شيء. فلذلك إحنا نهتم بعمل شراكة مع المانح الدولي، لكن نقول لي ده المانح الدولي لابد أن يكون الشريك المحلي اللي هو الوطني قوي. يعني انا مثلت العلاقه دي قبل كده في ما اعرفش انا قلتها لك قبل كده ولا لا، ان هي علاقه ما بين اتنين، واحده اللي هي المنح الدولي والثانيه اللي هو العامل المحلي. المنح الدولي انا اديت له كلمه فات اف اي تي، اكتبها كده عندك اف وبعدين تحتها اي وبعدين تحتها تي. اف بتشير إلى الفند ريزنج اللي هو تنمية الموارد. الاي بتشير لأدفوكاسي اللي هو المناصرة. التي بتشير إلى التريننج اللي هو التدريب. عايزك برضك تبقى تبعتها للشباب، دي موجودة. ده دور المنح الدولي. دور المنح الدولي إن هو عنده قدرة على جمع الملايين أسهم من من الشريك المحلي، وعنده قدرة على الدفاع عنك لأنه متصل بالمجتمع الدولي، وعنده قدرة على التدريب. الثانية بقى بنسميها اللي هي فات كيس اللي هي كي، حط برضك من فوق لتحت كي اي اس اس. الكي اللي هي النوليدج بيزد اللي هو القاعدة المعلوماتية. نوليدج، انت عايز المعلومة دي هتيجي منين؟ ده دور مين؟ ده دور الايه؟ الشريك المحلي. الاي بتكتب انوفيتيف. انوفيتيف معناها ايه؟ معناها مبدعة. نعم. في كلمة كده عربية بتقولك ايه؟ ال 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 ايه؟ الحاجة أم الاختراع. فاكر الكلمة دي؟ الحاجة أم الاختراع اللي هي الآي، مبدع انوفيتيف. الاس والاس، الاس الأولانية سستينابل يعني فيها ديموها، والاس الثانية فيها سوليوشن. يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على اللي هو الجمعية المحلية بتعمل عندها القدرة على المعلومات وعندها الإبداع وعندها الحل ايه المستدام. الاثنين دول لما تحطهم في كفه الميزان بيتساووا. ممتاز. حذار انك تقول لي يا مانح دولي ان فلوسك اهم من الحل بتاعي، ابدا. بس لابد الجمعيات المحليه تؤمن بهذا، ما تبقاش منكفئه ها واقفه بتستجدي حقها عند مانح الدولي، سواء كان مانح الدولي ده عربي مسلم او مسيحي اوروبي او امريكي الى اخره. دي العلاقة. بس ما فات كيس. فات كيس معناها ايه بالعربي؟ الفات اللي هو الدهن، والكيس اللي هي القبلة. او بالعربي برضك المثل بيقول لك ايه؟ يا جارية اطبخي يا سيدي ايه كلف. الراجل زي حضرتك داخل الدهرية يقول للبنت اللي في البيت ايه؟ اطبخي لنا خروف. تقول لك فين الفلوس يا سيدي؟ ها؟ فين الخروف؟ ها؟ فين الفلوس يا سيدي ها؟
تفضل يا سيدي. الله يبارك فيك. الحقيقة كان السؤال الموالي هو عن الوصفة المثالية للمنظمات المحلية للحصول على منح دولية، وهذه الثنائية بين الفات والكيس تجيب عن عدد من عناصر هذه الوصفة المثالية. من تفاعلات المتابعين الأستاذة شوقية العبسي، وهي مسؤولة منظمة محلية باليمن، تقول بأن المنظمات الدولية أصبحت تغطي بنفسها الميدان، يعني وتم تجميد أو تجاهل المنظمات المحلية. نفس الملاحظة كانت عند حمد محمد حيدر الشريف، وهو يقول للأسف الكثير من المنظمات الدولية في اليمن لا تريد شريكا محليا، وإنما تريد أن تكون هي المنفذ. تعليقك على هذه الحقيقة، وما هي الأسباب إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدفع فعلا المنظمات أو المانحين الدوليين إلى الرغبة في القيام بعملهم مباشرة دون شريك محلي؟ احنا في منظومة كده أو فكر بننشره منذ سنوات اسمه الاستعمار الإنساني. الاستعمار مش بمعناها البناء، اللي هو يعتبر الاستخراب الإنساني، اللي هو بنسميه بالإنجليزي اللي هو humanitarian colonialism أو humanitarian imperialism، واخد بالك؟ يعني لأن كلمة استعمار في اللغة العربية بتستعمر، يعني بتبني، واخد بالك؟ ودي عقلية كتير جدا من المانحين. قد يكون في بعض الدول اللي هي زي اليمن أو زي سوريا أو زي أفغانستان، المانح الدولي خايف يدي الفلوس لجمعية محلية علشان المنظومة المحاربة الإرهاب، غسيل الأموال إلى آخره إلى آخره. بس ده مش عذر، هذا ليس بعذر. أنت هناك لتنمي المجتمع، أنت هناك لتنتقي مجموعة من الجمعيات المحلية وتدربها وتؤهلها لكي تكون قادرة على أن تقوم بنفس الدور اللي أنت بتقوم به. أنت أخذت هذا المال من أجل هؤلاء، سواء كان هؤلاء أفراد أو جمعيات أو مبادرات. حينما تقصي الشريك المحلي الأساسي، يبقى أنت يعني بمنتهى الصراحة عندك خلل في هذا التطبيق، يصل إلى درجة الإجرام. أنا أرى في جمعيات كثيرة جدا دولية في نفس البلد بقى 30 سنة ما بنتش أي منظومة محلية. تقول لك لا دول يعني متخلفين ما ينفعوش. مش حاجة اسمها متخلف، فيش إنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه وهو متخلف. الإنسان ده بيتعلم، وكل ما يتعلم بيتعلم أكتر أكتر أكتر. لكن لابد أنت المال اللي بيجي لك ده هو أصلا مش مالك، هو أصلا مال هؤلاء الناس اللي عايشين في هذه الدول، سواء كانوا من أصحاب الحقوق من المحتاجين أو من الجمعيات. لكن كونك أنت تستأثر به لنفسك، هذا يعتبر شيء، يعتبر إثم، إثم إثم في 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 فكر العقلية المانحة، تكون هي جمعية دولية آثمة لأنها لا تنمي الفرد وتجعل المجتمع يعتمد عليها كل يوم وكل ساعة وكل ثانية. فده ما ينفعش على الإطلاق، ولابد الجمعية الدولية تمشي خطوة للأمام أكتر عشان تبني الشراكات مع كتير من الجمعيات المحلية. يعني مثلا في اليمن في عشر، يعني أكتر من 10,000 جمعية، في مصر يمكن في أكتر من 50,000 جمعية، في المغرب يمكن في برضك آلاف الجمعيات، وهكذا في الجزائر وكذا. انت خدت الفلوس دي من المتبرعين والاغنياء ليه؟ عشان الجمعيات دي، عشان تنميهم. انت بتقول انا بنمي مجتمع، ازاي بتنمي مجتمع من غير ما تنمي الجمعية، من غير ما تنمي الفرد؟ فلذلك احنا نقول للمنح الدولي جزاكم الله خير، وظيفتك انك تجمع المال، وظيفتك انك تدافع عن الجمعيات ودافع عن القطاع ودافع عن الانسان المحتاج، وظيفتك انك تدرب الجمعيات المحلية وتدرب الافراد اللي هم هيكونوا على اكتافهم تبنى هذه المجتمعات مره اخرى.
هناك مفهوم أشرت إليه قبل قليل دكتور، ومن خلال متابعتي لما تنتجه وتنشره على صفحاتك، بالمناسبة ندعو جميع الأستاذ المشاهدين والمتابعين المهتمين بالمجال الخيري إلى متابعة قناة الدكتور هاني البنا على اليوتيوب وصفحته أيضا لاحتوائها على عدد من التوجيهات والخبرة المهمة. فقلت ذكرت قبل قليل مفهوم غاية في الأهمية هو ذو الحقوق. نعم. في الحقيقة الشائع يعني في العمل الخيري والإنساني هو تسمية المستفيدين مثلا، أو تسمية المحتاجين، أو تسمية الفقراء أو غيرها، وأنت دكتور تصر يعني على هذه العبارة. ما فلسفتك لهذه التسمية، تسمية ذوي الحقوق؟ وفي تقديرك ما هي الحمولة القيمية مثلا والأخلاقية التي نجدها في هذا المفهوم، مفهوم ذوي الحقوق، ولا نجدها في العبارات الأخرى من قبيل المستفيدين والمحتاجين وإلى آخره؟ أول حاجة، كلمة مستفيدين دي كلمة دونية تمثل أن في ناس فوق وناس تحت، والأصل غير كده. لماذا يعطى لك المال في جمعيتك يا أخي دكتور حمادي؟ بدوك فلوس ليه؟ رد عليا. لتنفيذ برامج مثلا. لمين؟ نعم، لفائدة مستحقين أنت تسميهم. أيوة. يبقى الأصل جمعيتك قائمة على هؤلاء. صحيح. يبقى المال اللي بيجي لك هو مال هؤلاء. إزاي يبقى مالي أنا وتقول لي أنا مستفيد؟ تمام. اللي بيسمي الفقير المحتاج اللي في أفغانستان ولا في باكستان ولا في جنوب السودان ولا في الكونغو الديمقراطية ولا في النيجر ولا في مالي مستفيد، إنسان مش فاهم قيمة العمل الإنساني وأخلاقياته. تعرف مين المستفيد يا أخ حمادي؟ نعم. قول لي مين؟ نعم، مين؟ المستفيد هم الموظفين اللي قاعدين في مكاتبهم في فرنسا وبلجيكا وهولندا والرياض والكويت والبحرين، لأن دول بياخدوا فلوسهم صحيح من الزكوات والصدقات بتاعت مين؟ بتاعت أصحاب الحقوق. لا صحيح. أو في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم. إزاي أنت بتهني وأنا يتيم وأرملة والأمال اللي عندك ده هو مال اليتيم ومال الأرملة؟ صحيح. ازاي بتقول لي كذا ومد ايدك وقف الطابور واخد لك صوره وكذا وانت المال اللي عندك ده يعطى ليك علشان اللاجئ والنازح والمريض والشيخ؟ صحيح. احنا يعني زي ما انا قلت في استعمار او استخراب انساني، في التسميه دي فيها 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 دلاله واضحه وحقيقه دامغه على العقليه الاستعماريه الانسانيه اللي هي على العقليه الاستخرابيه الفوقية الدونية. صحيح. وكان يعتقد شاب عيل صغير من العيال نزل له في حتة من الأماكن ولسه أول مرة يروح حتة دي ولابس لك بقى اللبس بتاع إيه اللي هو أنديانا جونز والحاجات دي كلها ونازل بقى وبعمل نفسه منظر على أبو منظر. أنت رايح هناك خدام. صحيح. نحن أجراء لدى الفقراء. اكتبها عندك دي يا أخ حمادي. كل من يعمل في العمل الإنساني والعمل الخيري والعمل الاجتماعي والعمل العام هو أجير لدى الفقير. يعني الفقير هو الذي يقف يشد من عدده. فاحنا كعرب عايزين نرجع القيم الأخلاقية لهذا المفهوم مرة أخرى ولهذه المنظومة مرة أخرى، بأننا نقلب الهرم على قاعدته الحقيقية. القاعدة الحقيقية بتاعته هو الناس، وقمة هو الفقير، وأنا وأنت موظفين أجراء. أحسن الله إليك. مفهوم غاية في الأهمية وجوهري، حتى أن الإسلام على أي أحاط الصدقة والخيرية العمل الخيري بمجموعة من الضوابط التي تفضي في نهاية المطاف إلى هذا الذي تشير إليه، فمنع المن مثلا وحتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وغيره، مما يحافظ على الكرامة الأدمية. تعليق أحد المشاركين في أن دور المجتمع المدني ففي الثلاثية أو الرباعية دي المجتمع المدني يعتبر محوري. تعرف ليه؟ يعني واحنا عايزين عاملين خيمة وليها تلات أعمدة، العمود اللي في النص
هون المجتمع المدني. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ نعم ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن المجتمع المدني ثابت ومستمر. صحيح. الحكومة 6 سنين 10 سنين 15 سنة، بعض الدول العربية بتوصل 40 سنة إلى آخره، لكن برضك بتتغير. ربك. وبالنسبة لرجال الأعمال مؤسستهم ما بتكونش قائمة إلى الأبد، التجار والحاجات دي كلها، لكن اللي قائم إلى الأبد هو الخدمات الاجتماعية القائمة على عطاء الفرد في المجتمع المدني. فلذلك لو احنا بنقول هنقسم 100% أو 100 جزء في 100 يعني على الثلاثة، أنا حدي للمجتمع المدني 50% وحدي الحكومة وحدي اللي هو القطاع اللي هو رجال الأعمال 25 و25%، يعني الثابت الوحيد هو المجتمع المدني، المتغيرين اللي هم رجال الأعمال زائد الحكومة. والأسف اللي بيحصل في البلاد العربية غير كده، الحكومة بتتسلط فبتقزم أو بتقلل مساحة الحريات للمجتمع المدني، فالمجتمع المدني بدل ما ياخد 50% لو خد 5% أو 7% أو 8% ممتاز، والحكومة بتتغول على المجتمع المدني وعلى اللي هو اللي هو المؤسسات بتاعة اللي هي إيه رجال الأعمال. طيب دكتور، قبل أن يعني نباشر التعليق على بعض مضامين العروض الثلاثة، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله تعالى. عنينا النهاردة هنتكلم عن رسالة الأمل، The message of hope coming from the agony of death and despair. رسالة الأمل تخرج من معاناة الموت والألم والتشرد واللجوء. We know that tens of thousands of people have crossed this border from Turkey to Greece to come here for a better life. نحن نعلم أن هناك عشرات الألوف من الناس أتوا من هذا الجانب في تركيا إلى هذا الجانب لكي يحاولوا أن يجدوا حياة هنيئة سعيدة. And for you young men and women، وفي لكم أنتم أيها الشباب عليكم ألا تيأسوا. Never for you young men and women، never give up، never never surrender to the despair that people want you to have. لا تيأسوا على الإطلاق، لا تيأسوا مهما كانت الظروف. Never give up and never live in despair no matter what happened. الحقيقة هذه الرسالة هي غنية عن كل تعليق. كانت لكم من قرية أسكالا بالساحل الشمالي الشرقي باليونان، ولكن وجدتها مهمة جدا لتكون مدخلا للسؤال الموالي. والجلسة التي نحن بصدد الحديث عنها، التي قدمت فيها عروض أو قدمت فيها عروض الأستاذ خالد العيسى والأستاذ محمد نجم والأستاذة مروى عيسى، كانت هي تجربة، هي أيضا جلسة تجارب ناجحة. جمعية عطاء التي يرأسها الأستاذ خالد العيسى ذكر مثلا رقما 60 مليون دولار كميزانية سنوية وجمعيات أخرى. إذن ما تعليقكم بداية على هذه النماذج، نماذج السوريين واليمنيين في التحول يعني من المعاناة the agony of death كما أشرتم إلى الإبداع والإنتاج، ثم ما هي في نظركم وصفة هذا التحول؟ هو طبعا المساحة الحرية التي تتمتع بها المؤسسات التي نمت في تركيا، ما زال في تركيا في مساحة من الحريات تعطى لمثل هذه الجمعيات منذ أن خرجت كأفراد إلى الحدود التركية السورية، أو اللي استقرت في غازي عنتاب، أو اللي استقرت في أنطاكيا، أو اللي استقرت في أورفا، أو اللي استقرت في إسطنبول إلى آخره إلى آخره إلى آخره. بدون يا أخ دكتور حمادي، بدون حرية لن يكون هناك في إبداع وبناء على الإطلاق. أنا لا أريد أن أقالن
ما بين عدد المؤسسات السورية أو اليمنية أو الآخر التي نمت وازدهرت في الوطن التركي وغيرها التي لم تنمو ولم تزدهر في دول أخرى. أنت ممكن تشوف الإحصائيات اللي موجود عندك هنا في مئات، كان في يوم من الأيام في 1000 أو أكثر من 1000 أو 2000 جمعية سورية في تركيا، ودول أخرى ما فيهاش حاجات دي كلها. فلذلك اللي خلى واحد زي خالد العيسى لما حق القصة بتاعته، أو محمد نجم في وطن، أو الأخت مروة عيسى، دول التلات مؤسسات. يعني مثلا خالد العيسى بيقول لك أنا لغاية شهر يونيو أو يوليو جمعنا 60 مليون، ممكن لغاية آخر السنة يمكن 80 يطلعوا 98 مليون وبحثك. وكذلك جمعية وطن اللي موجودة في اسطنبول أيضا، وكذلك الجمعية اللي بتمثلها الأخت مروة عيسى، وفي جمعية شفق، وفي جمعية بنفسج، وفي جمعية تانية، جمعية كتيرة جدا سورية تتعامل ما بين 5 و10 مليون دولار إلى آخره. كل هؤلاء الناس وجدوا هذه المساحة من الحرية. لماذا؟ أن كل واحد فيهم قادر على الإبداع. لن يستطيع المبدع أن يبدع ووراءه رجل أمني يمسك عصا أو يمسك مسدس أو يمسك شيء يخوفه منه، أو يمسك اللي هي الكلبشات اللي هي الإيه، السلاسل الحديدية اللي موجودة في دول أخرى، أو رجل أمني يشك فيه يقول له أنت أصلا قلت الكلمة دي، يقول لا الكلمة دي يقول لا، يخش في نيته، خدت بالك؟ فحتة مساحة الحريات دي مهمة جدا. ليه؟ لأن كل لاجئ يا أخ محمدي وكل نازح هو مواطن قادر على الإبداع، اكتشفه. يمكن الأمر ده أنا قلته في أحد الجلسات من كام يوم، انه احنا في اول طريقنا في التسعينيات، في 92 وانا في قضيه البوسنه، كان اللي واقفين في الطابور بياخدوا مننا الاكل اساتذه في الجامعه واطباء وكذا وكذا وكذا، كان المتعارف عليه في مجاعات في افريقيا الناس غلابه مش متعلمين، لكن لما حصلت المشكله في البوسنه احنا في وسط اوروبا، يعني في جامعات، في مدارس، في معاهد، في مستشفيات، في كذا في كذا في كذا. فاحنا حصل لنا اللي هو الصدمة، ان انا بأدي هذه المساعدات لراجل هو اكتر مني علما واكتر مني خبرة واكتر مني دراية، وقبلك وقف الطابور. فبدأ فكرنا يتغير، ان النازح واللاجئ دول هم عندهم قدرات قد لا تكون موجودة عند المؤسسة المانحة او العاملين داخل المؤسسة المانحة. لذلك أما نرجع مرة أخرى بالنسبة لهذا الموضوع، نجد الرد على سؤالك إن هو هؤلاء الناس أبدعوا ليه؟ علشان كان فيه مساحة من الحريات. طالما أنت آمن، يعني شوف معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوة يومه كأنما حيزت له الدنيا كلها. أهم شيء في الثلاثة دول يا أخ حمادي آمنا، آمنا آمنا. الآمن على نفسه يستطيع أن يفكر، يستطيع أن يكتب، يستطيع أن يعبر عن رأيه، يستطيع أن يقول رأيه مخالف للإدارة السياسية، فبالتالي الإدارة السياسية مش هتحبسه أو تقتله أو تعتقله إلى آخره. فده اللي حصل مع أفراد كتير جدا. طبعا عدد الجمعيات السورية اللي موجودة في تركيا كتير، يعني دون اللي هو فيها جمعيات اسمها مسرت، واخبرك. فلما تنظر لكل هؤلاء الناس اغلبهم ان لم يكن كلهم لم يكن لهم اي علاقه بالعمل الخيري قبل كده خالص، لكنهم اثبتوا انفسهم وابدعوا وفجروا الطاقات بتاعهم بتاع ابنائهم العاملين معهم في هذا المجال. صحيح. فانا مش هديك وصفه، شوف يا اخ حمادي، انا مش هديك وصفه سحريه فيها 10 نقاط او 20 نقطه، لا، في حريه خد زي ما انت عايز، ما فيش حريه مش هتاخد حاجه. صحيح. هو في الحقيقه دكتور ضمنيا تحدثت عن وصفه متكامله بين الشروط الموضوعيه المتعلقه بالبيئه وعناصر يعني الحريه والامن، ثم فيها الشرط الذاتي وعناصر الابداع والمبادره وهذا العنصر النفسي الذي تحدثت عنه في الفاصل
وهو أخذ المبادرة وعدم فقدان الأمل. ففي نهاية المطاف أنت تحدثت عن وصفة متكاملة بين هذين الشرطين الذاتي والموضوعي. أخذ من عرض الأستاذ محمد نجم حديثه في بداية عرضه على أن أدرع الدول لتنفيذ استراتيجياتها ذكر منها ثلاثة، وأنا سمعت لك حديثا سابقا في هذا الموضوع تحدث هو عن الدراع السياسي والعسكري والإنساني. ما تعليقكم على مدى صوابية يعني هذا الرأي؟ طيب الحمد لله وصلنا وصلنا. إحنا في حاجة اسمها قوة ناعمة. قوة ناعمة. قوة ناعمة من أهم القوى الناعمة في العالم كله هي الإعلام والفنون والثقافة والعمل الإنساني. حتى الدين قوة ناعمة. حتى الفكر قوة ناعمة. حتى الرياضة قوة ناعمة. أقبلك؟ إحنا مش التعليم قوة ناعمة. إحنا وللأسف يا أخ حمادي مش عارفين نستفيد بمعنى كلمة قوة ناعمة. الأخ دكتور أخونا محمد نجم ربنا يكرمه يعني اتكلم على الدولة لأربعة، هم أربعة مش ثلاثة، العسكري والتاني والاقتصاد، أنا بقول أنت قلت العسكري وإيه تاني والأمني؟ السياسي والعسكري العسكري والسياسي والإنساني. أنا بقول لك في كمان اليوم الرابع اللي هو الاقتصادي. الخيري أو الإنساني ده هو أقواهم. أنا مثلا أديك مثلا، وأنا لما رحت إيران مش عارف 2002 أو 2003 حاجة زي كده، هو كنت في زيارة لجمعية اسمها جمعية الإمام الخميني في ضيافتهم، وكنت في قاعد في طهران. ففي الآخر الجمعية خدتني معاها، رحت القم ورحت مشهد. فلما اتصلت بالسفير البريطاني في طهران قلت له إن أنا موجود، قال لي تعالى زورني نفطر مع بعض. فافطرنا مع بعض في السفارة، مش فاكر في السفارة أو خارج السفارة. قال لي أنت رحت فين؟ قلت له أنا كنت في طهران وخارج، ورحت مشهد صليت الجمعة هناك، ورحت قم اتعرفت على المدينة بتاعت اللي هم العلوم والفقه الشيعي، ورجعت طهران. قال لي أنت رحت أماكن أنا ما رحتهاش. هو سياسي خلي بالك، صحيح والسياسي كمان هو دبلوماسي. قال أنا عشان أخرج من طهران أروح لأي مكان من الأماكن الأخرى دي كلها لابد أخذ تصريح من وزارة الخارجية عندنا في بريطانيا، ثم من وزارة الخارجية الإيرانية. أنا كإنساني ركبت في العربية ورحت مع الشباب في الجمعية، أو ركبت طيارة مش فاكر ساعتها كان في طيارة، لأن كيف واحد فيهم كان بعيدة والتاني بالعربية، ورحت ورجعت. فدي قوة القوة الناعمة للعمل الإنساني، تستطيع أن تنفذ إلى أماكن لا يستطيع أن ينفذها لا الاقتصاديين ولا السياسيين ولا العسكريين. فلابد علينا نحن أننا نرى قيمة العمل أو قيمة القوة الناعمة للعمل الإنساني. إحنا للأسف مش عارفين، أو كتير جدا مننا مش عارفين قوة العمل الإنساني اللي إحنا بنقوم به. يعني مثلا في يوم من الأيام لما وانا خارج من في القصه بتاعت الشيشان دي، فوانا خارج وقفوني في مكان كده واقول له استنى وبتاع ده، لان كان طبعا الامور الامنيه ملبده يعني. فجابوا لي راجل من مش عارف منين يعني، كنا داخلين على حته اسمها اسيتيا، جمهوريه اسيتيا، وخارج عما بنت خارج من انغوشيتيا لاسيتيا، ومن اسيتيا لكبردين بلقاريا، دي اللي دول اللي هي اللي هي القوقاز او شمال القوقاز. فقالوا لي، قالوا انت تاشرتك لموسكو فقط، ايه اللي جابك هنا؟ قلت له والله انا باخد التاشيره في امريكا، بنزل بخش بيها نيويورك، واشنطن دي سي، كاليفورنيا، واخد بالك، شيكاغو، ديترويت، يعني انت تاشيره دوله. قالوا لي احنا عندنا كده مش عارف. في الاخر قلت لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا عايزين ندي غرامه. عرفنا ما عايزين ايه؟ قرشين يعني. قلت لهم غرامه قد ايه؟ قالوا غرامه 200 دولار. لما عدتهم لقيتهم اربعه اللي موجودين معايا في الغرفه. يعني انا متقسم 200 دولار على اربعه يبقى كل واحد كام؟ عمل محضر كده بيزنطيكي بيزنطيكي يعني، وخرجت انا ومحمد وكملنا ورحنا على ايه؟ على كبردين بركاريا. فمعنى كده لما هو عرف ان انا جاي
وانا قلت له بمنتهى الصراحه قلت له احنا جايين عشان نخدمكم. طبعا هم ما كانش ليهم دخل في الصراع اللي حاصل ما بين الشيشانين والحكومه الفدراليه في لانهم كجمهوريه هي اسيتيا شمال اسيتيا. الشيشان تختلف عن شمال اسيتيا وروسيا تختلف عن شمال اسيتيا. فطبعا انا زعقت في وشه قلت له احنا جايين نعمل كذا وكذا وكذا ونساعدكم ونعمل ونعمل ونعمل. فرجع اعتبر انني صادق. قال بس عن ايه ندفعك الغرامه يعني قبل يعني ايه ودفعنا الغرامه دي وخرجنا وكملنا شغلنا الى اخره. منظمه اطباء بلا حدود بعد 50 سنة من عملهم كتبوا كتابا سموه 50 سنة من المفاوضات بمعنى ايوه نعم بمعنى انه فعلا تاريخ المنظمات الانسانيه والخيريه هو تاريخ من المفاوضات من العمل الانساني من الدبلوماسيه وان صح. بطريقه اخرى. طيب دكتور في الحقيقه في عرض الاستاذ محمد نجم كان فيه حديث عن معايير خاصه للحصول على التمويلات من المانحين الدوليين وهذه المعايير الخاصة هي مثل مثلاً قواعد الجندر واحترام العقوبات الدولية الموضوعة على بعض المناطق إلى غير ذلك. كيف يمكن أن يتعامل معها المنفذ المحلي بدون إفراط ولا تفريط؟ بالنسبة للمشاركة المرأة نعم. في المؤسسة هذا شيء مفروض ما يكونش غريب علينا احنا تمام كمؤسسات عربيه ومؤسسات اسلاميه. ليه؟ لان المراه بالنسبه لنا كان ليها دور محوري في بناء الدوله الاسلاميه حتى في دعم الرساله الاسلاميه منذ اليوم الاول. في شخصيه رضي الله عنها السيده خديجه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك زوجات امهات المؤمنين ثم بعد ذلك الصحابيات الجليلات اللي هم كانوا اصبحوا محدثات فيما بعد علشان يعلموا الرجال والنساء امور دينهم. ما تجيش تقول لي بقى جندر دلوقتي صح العيب علينا ان احنا مش فاهمين اساسيات الدين بتاعنا تمام. جندر ايه يا ابو جندر؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم من اول يوم بيقول له امك ثم امك ثم امك ثم ابيك يعني معناها الام دي اللي هي المدرسه الكبرى اللي بتعد الاجيال. وبعدين خلي بالك اغلب النازحين واللاجئين من الاطفال والنساء. وأنا ذكرت المثل ده أكثر من مرة لما رحنا شمال كينيا في 1900 في 2005 تقريبا وكنا رجالة الأطفال كانوا خايفين مننا والنساء كانوا مكسوفين. بعدها بسنة أو سنتين رحنا النيجر وخدنا معانا 3 بنات واحدة اسمها هيلين كانت مسيحية ونادية أفغاني واحدة ثالثة اسمها ثانية. الاستقبال للنساء والأطفال للثلاث بنات دول غير عادي اهملونا احنا واخد بالك بتكلم منتهى الصراحه. يعني طبيعه الطفل تبعته مع مين بايه لان هو قاعد مع امه 24 ساعه صحيح مش قاعد مع ابوه فمش متعود يختلط بالرجاله. فلذلك لما تيجي تقول لي جندر وانا ما بنفذوش في مؤسستي انا اللي غلطان. انا لا فاهم ديني ولا ثقافتي ولا اي شيء واخد بالك. ده بالنسبه للنقطه الاولانيه بتاعت الجندر. النقطه الثانيه بتاعت المناطق اللي فيها الصراعات المسلحه دي من حقك انك تاخد فلوس منهم ومن حقك انك ترفض. دي نمره واحد. بس لازم يكون عندك القدره على الرفض. دي نمره واحد. نمره اثنين من حقك انك تلتزم بالمعايير الانسانيه اللي انت تلتزم بيها. علشان ديمومه واستمراريه مؤسستك. لان المال مش هو المال يا دكتور حمادي مش هو اللي هيخليك تنمو. مش هو اللي هيخليك تستمر. المال جزء من الاعتراف الضمني يعني خاصه لو جالك فلوس من احد المؤسسات الاوميه ده جزء من الاعتراف الضمني بوجودك كشريك. لكن هو مش كل شيء. هو مش كل شيء. فلذلك انت بتتعامل تقعد يعني مثلا احنا مثلا كان في جلسه من الجلسات علشان قضيه دارفور اعتقد كان في 2006 وكنا في المكتب وكان كوفي عنان طلب الجمعيات كلها. فكان في حاجه و20 جمعيه دوليه كبرى بتشتغل في ايه؟ في السودان. احنا احدهم. احنا قبل ما نروح قعدنا في المكتب انا والاستاذ مكي عبد النبي اللي هو كان مسؤول افريقيا هو كان عنده خبره متميزه في السودان انا سوداني. اتفقنا على حاجه
كان هو طبعا طلب الأمم المتحدة هل نتدخل عسكريا في قضية دارفور ولا لا. فعدنا قلنا لا يوجد تدخل إلا تحت مظلة قبل الأمم المتحدة نمرة واحد، موافقة الجامعة العربية، موافقة الاتحاد الأفريقي. وده كانت الرؤية بتاعتنا احنا كأغاثة إسلامية. لما رحنا هناك كان في اجتماع للجمعيات كلها قبل ما يجتمع مع كوفي عنان بساعتين تقريبا، وكنا حوالي حاجة وعشرين جمعية زي ما انا قلت قبل كده. رئيس الجلسة كان بتفكرني بمين؟ بكوندريزا رايس اللي هي وزيرة خارجية امريكية، وكان كوندريزا رايس قاعدة في وسط وبتقول من وجهة نظر الحكومة الامريكية نعمل الف وبه وجيم ودال. فلما قالت الكلام ده تقول احنا كلنا موافقين، قلت لا انا مش موافق. قالت لي انت مين؟ قلت لي انا الاغاثة الاسلامية. قالت لي بقى فيه شبه اجماع او غالبية، ما فيش اجماع، ارمي اجماع بقى برا عشان 25 او 24 جمعية مش كلهم موافقين، فاصبح غالبية. لما دخلنا قعدنا مع كوفي عنان عرضوا كل الايه، هي طبعا المسؤولة عننا كلنا، عرضت الايه العرض ده. فكوفي عنان ذكي، يعني انا الوحيد اللي كان اسمي اسلامك ليف، فكانه ايه يعني احال عليها الكلمه بطريقه غير مباشره، واخد بالك. فلما اتكلمت انا قلت له ان اردت ان الحكومه السودانيه تعلن الجهاد فتدخلوا زي ما حصل في ايه في العراق قبل كده، هتجيلك قبائل من غرب افريقيا وشرق افريقيا وجنوب افريقيا لو الحكومة السودانية قالت ايه حي على الجهاد، انتوا عايزين حاجة كده؟ قال لا، لا احنا موافقين على اللي حصل في العراق، لان يعني ده كان تدخل الدول الكبرى، ما كانش قرار من الامم المتحدة، ما كانش قرار من الامم المتحدة، ده كان قرار اللي هو الدول الكبرى اللي تدخلت في العراق عسكريا. وقلت له احنا قلت له مشكلتكم انتوا ايه اللي جالزين دول؟ انهم بيسمعوا السي ان ان، بيسمعوا فوكس نيوز، بيسمعوا البي بي سي، لا بيسمعوا على الجزيرة ولا عربية ولا أي قناة أخرى اللي بتتكلم بطريقة مختلفة تماما عنكم. طول ما هو قاعد كان بيعمل كده، فخد الرسالة، خد الرسالة واضحة جدا إن المسلمين والعرب رافضين أي تدخل إلا من خلال عباءة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. الأستاذة مروى عيسى وكان عرضها متميزا، أخذ من عرضها حديثها على أن المنظمات المحلية، وهذا لنعود إلى بداية نقاشنا، قالت بأن المنظمات المحلية هي الأكثر خبرة وليست المنظمات الدولية هي الأكثر خبرة. ووجدت المثل العربي القائل أهل مكة أدرى بشعابها، يعني يجسد فعلا هذه الإشارة منها. في تقديركم ومن خلال تجربتكم دكتور هاني، ما هي عناصر هذه الخبرة المطلوبة عند المنظمات المحلية؟ إذن ما هي الخبرة المطلوبة عند الشريك المحلي ليكون فعلا خبير وجدير بأن يكون شريكا في تنفيذ برامج وفي الحصول على منح دولية؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نمرة واحد، معرفة التكوين المجتمعي للمجتمعات، لأن يعني في زي ما أنا ذكرت مجتمع السودان مثلا كله قبائل وفي لغات مختلفة، احنا فاكرين السودانيين كلهم يعني لون واحد، لا حتى في اللون بتاعهم مختلف، هتلاقي تقول انت من دارفور، انت من جنوب الكردفان، انت من كذا، انت من كذا، انت من كذا الى اخره. فلازم تعرف التركيبة المجتمعية بتاعتك اللي ما في المنطقة بتاعتك، دي نمرة واحد، والثقافة بتاعتها دي نمرة اتنين، والمفاتيح، لان حصل ايه المفاتيح دول بنسميهم الجيت كيبرز، اللي ماسك بوابه المنطقه، السلطان والشيخ ورئيس القبيله، لازم تعرفهم ويكون عندك اكسس ليهم. ده قبل ما تخش على ايه تكوين الجمعيه بتاعتك، يعني قبل ما تخش على اي تكوين جمعيات عندك تكون عارف مين اصحاب القرار والثقافات المختلفه واللغات المختلفه والشخصيات المؤثره في المجتمع، ودي بتكون شيء بديهي عند اي جمعية محلية. نمرة اثنين، بتكون مسجلة رسميا في الحكومة وليها تسجيل وليها تقارير مالية وتقارير ادبية وهيكلية وتاريخ الى اخره، كل الحاجات دي كلها
مخبراتك ولي علاقة مع الحكومة المحلية. لأن ما ينفعش أنت تكون قاعد بتشتغل في منطقة ما سواء كانت صراعات أو منطقة جفاف أو منطقة فقر إلى آخره والعلاقة بينك وبين الحكومة المحلية مش موجودة. هل أنت ليك علاقة أخرى بجمعيات أخرى زيك في المنطقة ولا لا؟ ممكن أنت مثلا جمعية فكرية أو مذهبية تقول أنا مش دعوة بدول، فأنت أقصيت نفسك عن باقي المجتمع. أنا جمعية ما بهتمش بالنساء، أنا جمعية ما بهتمش بالأطفال وكذا وكذا وكذا. فلازم يكون أنت اهتمامك مجتمعي وليس انتقائي. هل عندك تاريخ أنك خدت منح من جمعيات أخرى وجمعيات دولية خاصة أخرى؟ إيه هي رسالتك؟ إيه هي الصورة اللي أنت بتحطها على الفيسبوك بتاعك أو على منصات التواصل الاجتماعي بتاعتك؟ هل هي صورة ذكورية أو صورة نمطية تبين فكر معين أو تبين ثقافة معينة أو تبين مذهبية معينة أو هي صورة مجتمعية؟ صحيح. بدك هل أنت بتمثل مجتمع أو بتمثل حزب سياسي أو بتمثل مذهبية معينة أو بتمثل فكر معين إلى آخره؟ هما بيبصوا الحاجات دي، أنت بيخيل إليك إنهم ما بيعرفوش لما قبل ما بيجوا يقعدوا معاك بيدوروا أنت إيه شكلك إيه وبتعمل إيه وتعرف أنت مين قبل ما إيه يفقر إنهم يدوك يعني مثلا لو أنت فاكر الفيلم اللي عملته الجزيرة، كانت الوزيرة لو أنت فاكر الكلمة اللي هي قالتها، قالت انا علشان اتعامل معكم وانا عايز اتعامل معكم رحت لاعلى سلطه في المخابرات البريطانيه وقلت لهم ادي المؤسسه اهي، ادي المؤسسه ما بالك قولوا لي هي ايه، لان انا حد يحكم او فلوس الحكومه او المتبرع او الضرائب البريطانيه فهل هي مؤسسه واقعية ولا كلام ده كناش احنا نعرفه خالص. فبعدها بشهر او حاجة ده كده قولها قول لها المؤسسة نظيفة اتعاملي معاها واديها الفلوس بتاعتنا. فهي الوزيرة او غير الوزيرة او كذا او كذا او كذا بتعامل مع مين؟ بتعامل مع جهات انت بتعرفهاش بيسأل عنك فيها. بس بعد 2001 لما كنا احنا لسه ما دخلناش لجنة الطوارئ الدولية البريطانية او كنا لسه دخلنا بس ما كانش موجود، احد الجمعيات الكاثوليكيه اللي هي بتاعه الكاثوليك اللي عندنا تبع كاريتاس في روما كان في ليهم جلسات خاصه احنا ما كناش بنحضرها، فكان مين بيدافع عنك؟ كانت الجمعيات اللي كانت تعرفك قبل 11 سبتمبر 2001. ده كان في 2001 احنا كنا بنقعد في جلساتنا الخاصه ندافع عنكم لان احنا عرفناكم قبلها بسنه او سنتين او ثلاثه واشتغلنا مع بعض سنة 98 و99 و2000 إلى آخره إلى آخره. فالأمر الأخير برضك إن أنت هل الناس دي عرفتك قبل كده ولا لأ؟ هل أنت انفتحت عليهم ولا لأ؟ يعني مثلا من تاريخي في الموضوع بتاع الإغاثة، تعرف يا أخ حمادي الإغاثة سجلت رسميا 89 بدأت الفعل العمل فعليا سنة 84 كنا إحنا بنسجل الإغاثة فين سنة 93؟ كنا مسجلها في الأمم المتحدة. يعني معناها بعد ما خدنا التسجيل في 89 بدأنا نفكر استراتيجيا كيف نحمي الإغاثة بإدخالها في منظومة الأمم المتحدة سنة 91 92 93. فلما جت أحداث سبتمبر 2001 كنا احنا فين؟ في المطبخ كبير الناس كلها عارفانا فيه. فلابد أن تكون منفتح ومتشابك مع الناس دول، مش تقول دول أصلهم كفرة، أصلهم لما بيقعدوا بيشربوا خمرة، اصل الناس بتقعد ورجليها باينه يعني مجتمع لابد تتعامل معه. وكل الكلام ده كلام فارغ اللي بيقعد تتعامل معه من خلال قيم انسانيه وقيم اخلاقيه، سواء كان بتكلم امراه او اللي بيتكلم رجل. شكرا جزيلا لك دكتور هاني على اضافاتك الممتعه والمتميزه. المشاهدين الكرام، الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء 23 اغسطس سيكون لنا موعد مع محاضرة الإعلامي الأستاذ وضاح خنفر، وهي بعنوان موازين القوى الدولية الحالية وانعكاسها على مستقبل العمل الإنساني والمجتمعي، وكانت من المحاضرات المهمة للغاية في هذا الملتقى. سيتم بثها ذكرت يوم الثلاثاء على صفحة الدكتور هاني وصفحة منتدى العمل الإنساني العالمي
وعلى صفحة المركز الدولي للقيم الإنسانية والتعاون الحضاري، ونستقبل كما ذكرت لكم أسئلتكم وإضافاتكم على هذه الصفحات وعلى منتدى العمل الخيري والإنساني بتليجرام. دكتور هاني، إن كانت لك من كلمة تختم بها هذا المحور، محور الحصول على تمويلات، قبل أن نختم هذه الحلقة. جزاكم الله خير. أرجع أركز مرة أخرى أن المال مهم لكنه ليس كل شيء. حينما بدأنا منذ 38 سنة لم يكن عندنا ميزانية، ولم يكن عندنا مكتب، ولم يكن لدينا عنوان ثابت، ولم يكن لدينا موظفين. بدأنا بمجموعة من الشباب، بدأنا بالمشي في الشوارع وعند المحلات التجارية والحوانيت والمساجد إلى آخره. هكذا بدأنا، كانش عرفنا حد، فبالعكس كان عمال المساجد بيدفعونا دفع عشان ما نقفش ايه نلم الفلوس من امام المساجد. وانا فاكر في اعتقد 86 او حاجه كده، هو كنت وزوجتي لسه او 85، كان زوجتي لسه والده وفي برمنغهام، وانا سبتها، كنت انا والاخ احسان، ونزلنا ليله العيد، عيد الاضحى، واقفين في الشارع قدام الاجاء 86 1986، واقفين قدام في قدام مركز اسلامي اللي في لندن، انا واحسان بنوزع الاوراق بتاعت اليتيم. كنا اعتبرنا مشروع كبير ساعتها. العامل اللي في المسجد مسكنا وخد فلوس اللي في ايدينا وخد الصندوق وزقنا كده عاملين زي شحاتين السيده زينب، والاخر دخلنا له ودخلنا الاداره وقلنا احنا كذا كذا، كان حد يعرفنا فادانا، كان المبلغ اللي احنا تعرف المبلغ اللي جمعناه ساعتها مش عارف 20 جنيه ولا 50 جنيه وحاجه زي كده، واخد بالك. فالامر اللي انا بقوله ان هكذا بدأ العمل. العمل والاصرار على العمل هو اللي بيجيب الفلوس. العمل والشفافيه بتاعت العمل هو اللي بيجيب الفلوس. العمل ومصداقيه العاملين، مصداقيه العاملين هو اللي بيجيب الفلوس. العمل والاخلاص هو اللي بيجيب الفلوس. العمل والنيه هو اللي بيجيب الفلوس. عمر الفلوس ما تعرفه، لان اللي بيحكم ما جيب الفلوس مين يا اخ محمدي؟ نعم. اللي بيقول الفلوس روحي هنا ما تروحيش هنا مين؟ ربنا سبحانه. ربنا بقى ايه، مش بيبص على شكلك انت حلو كده وبقصة وعينك جميله وانت حلوه، لا بيبص على قلبك. لا لا. التقوى هنا، التقوى. فلذلك الشباب اللي كانوا معانا كانوا كلهم مدارس ثانويه وفي الجامعه، كانوا بيقعدوا معانا الساعه 11 و12 بالليل في مكتب وهم مش تبعنا، يحط الأظرف ويحط الطوابع إلى آخر الأوراق عشان نبدأ. لما نقول إن إحنا صادقين في عملنا وتعاملنا مع كل القضايا، الكوارث اللي حصلت في السودان وبعدين حصلت بعد كده في بنجلاديش وبعدين حصلت في إيران بنفس المعيارية، ما فرقناش بين شيعة وسنة أو مذهب ومذهب، فالناس من أول يوم شعروا إن إحنا صادقين، واخد بالك. فلذلك كل هذه الأشياء لابد نرجع نقول للإخوة مرة أخرى، لن تبنى مؤسسة بالمال فقط. على جثتي. خالف الكلمة دي، على جثتي، لن تبنى مؤسسة بالمال فقط. على الإطلاق. المال جزء أساسي ولكنه ليس هو الجزء الأول والأخير. صحيح. في أساسيات أخرى بالإضافة إلى المال، إن لم توجد هيضيع المال. أنا اللي ورايا دول ثلاث أهرامات. شايف؟ انا بص بقى شايف راسي كده؟ نعم نعم نعم. احنا بنقول احنا خلاص انتهينا من الاهرامات، ماذا بعد؟ نعم. خدت بالك؟ يعني كانها حضاره بتقول لك دول ابدعوا فيها، خلاص المسلمين ابدعوا في حضارتهم، العرب ابدعوا في حضارتهم، العثمانيين ابدعوا في حضارتهم، كل هذا. طب احنا ابدعنا في ايه بقى؟ واخد بالك؟ فلذلك لابد يكون لك انت تاريخ وواقع للحاضر ومستقبل. المستقبل تبنيه على اساس التاريخ بتاعك. فلذلك انا حاطط ليه الاهرامات دي، شايف حاطها ورايا مش حاطها قدامي، وخليهم صغيرين كلهم صغيرين، اصغر ايه، اصغر من راسي. شكرا جزيلا لك دكتور هاني على سعه صدرك وعلى حضورك المتميز، وشكرا لكم متابعينا الكرام على حسن متابعتكم، والى الحلقه المقبله. I think Dr. Hani is one of the great
philanthropist, one of the great humanitarians of our current times. Dr. Hani Albana, for services to Islamic Relief. Hani Albana.